هذا الهبوط في طرابلس الغرب وصف بالتاريخي. إنها الزيارة الخاطفة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى ليبيا في وقت تستمر رحلة البحث عن العقيد الليبي في الميدان المحتدم، والمعارك تتواصل للقضاء على جيوب قذافية مقاومة. الله أكبر. فيف بنغازي، فيف لا ليبي. Your friends in Britain and in France will stand with you. بالعودة إلى الدبلوماسية، وفي المؤتمر الصحفي المشترك لساركوزي وكاميرون، اعتبر الأول أن اختباء القذافي يعتبر خطرا، ولا يزال بالتالي عمل لكي يتم إنجازه في ليبيا، حيث بحسب تعبيره ما يصح عليها يصح على كل الشعوب التي تريد التحرر من أغلالها. وأهدى زيارته لكل من يتطلعون إلى سوريا حرة. فرنسا ملتزمة وحدة ليبيا. في المستقبل لا أعمال انتقامية أو تصفية حسابات، لكن على كل ليبي أن يكون أكيدا بأن مرتكبي الجرائم أو من سرق من الليبيين سوف يساق إلى العدالة. كاميرون من جهته أعلن عن نية بلاده الإفراج عن 12 مليار جنيه أخرى لليبيا في حال موافقة الأمم المتحدة على ذلك، وأضاف أن الغارات الجوية لناتو ستتواصل ما دام القادة الليبيون الجدد يرتؤون أن الخطر لا يزال موجودا، ووافقه ساركوزي الرأي بذلك. Les frappes de l'OTAN, comme l'a dit David Cameron, continueront tant que les dirigeants de la Libye libre considéreront que les Libyens sont en danger. أما رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل فقال: وما كان لثوارنا الأبطال الشجعان أن يحققوا ما حققوه لولا مسادات الحلفاء وعلى رأسهم دولتي فرنسا والمملكة المتحدة. روسيا وموقفها بعيدان عن هذه الأقوال، فهي الداعية في تصريح جديد لخارجيتها إلى إلغاء منطقة الحظر الجوي فوق ليبيا. ومشهد الميدان المحتدم يؤكد أن الحرب لم تنتهي في البلاد، خصوصا بعد تعرض قافلة من القوات الموالية للمجلس الانتقالي الليبي لنيران كثيفة أثناء تقدمها باتجاه سرت مسقط رأس العقيد المطارد.